السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة انا مع مهنة جديدة وحد من الناس المحترفين قوي في مجاله، احمد نظير. احمد نظير من الحلاقين اللي في حلوان اللي يتعدوا على الصوابع. هنعرف منه النهاردة كل اسرار المهنة، هنشوف هو بيشتغل وهنشوف كل التفاصيل اللي بيعملها وهنسأله اسئلة كتير جدا. يلا بينا نشوف احمد نظير النهاردة هيعمل ايه. بس قبل ما نروح اوعى تنسوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. يلا بينا نشوف احمد نظير هيعمل ايه. السلام عليكم، أنا أحمد نظير، 39 سنة، بقالي شغال في المهنة بتاعتي دي حوالي 23 سنة. بحب المهنة بتاعتي جدا جدا جدا. الموضوع بالنسبة لي هواية أكتر من هو يعني شغل أو بيزنس بالنسبة لي. أستاذ أحمد الشاعر شرفني النهاردة جدا 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 ونورني طبعا، وكانت حاجة بالنسبة لي بتضيف لي حاجة كبيرة جدا جدا والله. أنا اتعلمت المهنة دي طبعا في إخواتي وبابا. يعني اول لما بدات كنت بنزل كده، في حد تحت بيتنا فاتح محل حلاقه، كنت بنزل اقعد معاه اقعد اتفرج عليه، الموضوع مبسوط بيه جدا، حابب اتعلم الموضوع من وانا صغير مثلا في ثانيه ابتدائي ولا حاجه، بدات اقعد اتفرج عليه مش عارف ايه، بدات اطبق الكلام ده. اول لما دخلت كده اولى اعدادي ولا حاجه، دخلت بدات اقول للبابا طب ما تيجي يا بابا اعمل لك مش عارف ايه، ما تيجي اعمل لك يا مصطفى اعمل كذا. وطبعا مصطفى ده اللي هو اخويا معايا في المحل هنا، طبعا هو حرف الام والايه، انا احمد. بدأت واحدة واحدة، رحت اشتغلت عند حد أول مرة، قلت له أنا بعرف طبعا أشتغل في المهنة كويس وبتاع. أول لما دخلت قال لي طيب ابدأ، فبدأت بوظت الدنيا طبعا، قال لي شكرا جدا، توكل على الله، لو احتاجناك هنتصل بيك. بدأت طبعا إيه، قلت لا طبعا كده أنا مش فاهم أي حاجة، طبعا زي أي حد بيبقى حاسس إن هو فاهم حاجة وهو مش فاهمها. طبعا انا لحد دلوقتي بدرس وبتعلم في مهنتي دي، كل الكورسات اللي خدتها او الحاجات اللي اتعلمتها في مهنتي او اتضافت لي في اللي انا كنت اتعلمته في الشارع او في السوق زي ما بيتقال، اتعلمته اونلاين. في ناس متخصصين في المواضيع دي على يوتيوب بقى وعلى يعني كذا حاجه، يعني بخش باخد طبعا الكورس بيبقى منازل 1 2 3 4 حلقات، يعني تتعلم ازاي تعمل كذا تعمل، يعني الموضوع المجال واسع جدا، اذا كان قص شعر او بشره او دقن او صبغات او، يعني المجال كبير جدا. طبعا حبيت اطور من نفسي شويه، اتعلمت حاجات في الحريمي عشان الكيدز اللي بتجيلي، الاطفال ولا سيما البنات، عندي بنات صغيرات يعني كده بيجولي يعملوا شعرهم، فحبيت اتعلم حاجات كده في المجال اللي هو بتاع البنات الصغيره، على اساس برضه ابقى ملم بالموضوع كله. صحابي بيجولي بناتهم الصغننين بعمل لهم شعرهم، بقص لهم اطراف، ممكن اغير لهم، اعمل لهم كريزي كولر كده، الوان يفرحوا بيها يتبسطوا بيها، حاجات زي كده. القصات الجديده بقى المجال كبير جدا، في حاجات بنبدا بقى الحاجات اللي هي البيزك اللي اتعلمناها الطبيعيه، اذا كان تدريج، اذا كان قص شعر، اذا كان سشوار، اذا كان قص شعر، اذا كان تدريجات، اذا كان دريد لوك اللي هو الشعر المتشابك في بعضه، خصلات كده زي الاقلام كده. طبعا القصات الجديده مجالها كبير جدا. طبعا الشباب الاندر ايج اللي هي الصغيرين دول بيبداوا يعملوا حاجات طبعا مفرقعه جدا، وده اللي ماشي اليومين دول وسائد. التدريجات طبعا مجالها واسع جدا، اكيد هتشوفوا بعض الحاجات طبعا في الحلقه ان شاء الله مع استاذ احمد. الصبغه مجالها كبير جدا اليومين دول، يعني او الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده، الشعر الابيض اخر حاجه في الالوان في الشباب كمان بالذات. طبعا الحمد لله الحاجات دي كلها بجيبها انا في الحاجات اللي اتعلمتها في الحريمي بقالي مثلا حوالي 15 سنه او كده، دي حاجات في الاساسيات لازم كنت ابقى متعلمها. يعني اشتغلت طبعا في محلات كتير جوه حلوان وبره حلوان، وكنت المفروض هسافر، بس طبعا انا بالنسبه لي حلوان الاساس، وعلى اساس كده انا في حلوان وثابت في حلوان ومش هتحرك من حلوان، لاني بحب شعب حلوان، وحلوان بالنسبه لي بتمثل حاجه كبيره جدا. فنشأت فيها وتربيت فيها وتعلمت فيها وهفضل فيها، وربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يكتب لنا بقى لحد ما نخرج منها على خير. والله انا بالنسبه لي موضوع القصات الجديده يعني لحد كنت من قريب ما كانش كل حاجه بعملها، يعني كل حاجه عارفها ومتمكن منها الحمد لله جدا، بس مش كل حاجه بعملها. في حاجات طبعا بتبقى بالنسبه لي انا هتضايقني انا نفسي ان هي تبقى طالعه على اسمي انا، ليه بتبقى الحاجات اوفر قوي ومفرقعه زياده عن اللزوم، فلو عملتها احس ان انا هروح في حته شويه تبقى يعني ايه لوكال شويه. والله انا بالنسبه للتعقيم يعني شغال بكذا حاجه كده وليا بلان معين ماشي بيه. الميه وكلور والتنظيف، بدات ارش على الباركيه عندي ميه وكلور، يعني بس كده بحاجه كده بامب كده برش بيها واعمل الصبح. بالنسبه للادوات عندي جهاز تعقيم طبعا الحمد لله، يعني اخر حاجه نازله في التعقيم الاوتوكلاف ممكن يسيح لي العده، لو حبيت اجيب حاجه اوتوكلاف بتاع الاسنان بتوع دكاتره الاسنان، لقيتوا الموضوع ممكن الماتيريال اللي معايا او التولز اللي بشتغل بيها هتسيح جواه، فشغل بالمعقم اللي هو بينزل لنا، بس حاجه كويسه وحاجه يعني ممتازه. بالنسبه لي انا موضوع التعقيم الزباين بالنسبه لي ببقى يعني عارف، والزبون داخل لي حاسس لو تعبان بيكح عنده اي مشكله الحمد لله بضطر اقول له معلش ايه لازما هنبقى مع بعض بقى ايه، بس بعد فتره شويه تكون انت الدنيا معاك اتحسنت. بالنسبه بقى للاستخدام اللي بستخدمه او الفوط اللي بستخدمها، بستخدم الفوط، في فوط عندي بالنسبه لي بستخدمها دلوقتي في التنشيف وان يوز بستخدمها وارميها. الفوط كل يوم بتتغسل بالليل وبتصحى الصبح، ميه وكلور برده والدنيا والتعقيم وبشتغل بيها، وطبعا ربنا يسترها، احنا بناخد بالاسباب وفي الاخر ربنا يسترها. انت شرفتيني والمكان بتاعي زاد ما قلش، استاذ احمد الشاعر طبعا اخ كبير ليا وعلى راسي، وراجل يعني بصراحه يعني والله مميز وموهوب، ومن الناس اللي انا يعني مبسوط ان هي جات لي مكاني وتشرفني، وان شاء الله تكون الفتره اللي جايه في تقدم بالنسبه لك، وان شاء الله يعني ربنا ينجحك يعني، ومن نجاح لنجاح ازيد ان شاء الله. وانا بشكر احمد نظير جدا على الوقت اللي اداهولنا، ولو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. سلام.